السلام عليكم تلامذتي، أسعدني التواصل معكم وأتمنى أن نلتقي في أقرب وقت ممكن، ودمتم سالمين آمنين في بيوتكم. ننتقل إلى تصحيح التمرين الثالث صفحة 108 بخصوص التناسبية. إذا كان المطلوب تحديد جداول الأعداد المتناسبة ثم تحديد معامل التناسب فيها. سنمر لدراسة الجدول الأول. الجدول الأول كان بهذا الشكل. أولا، لا يمكننا الحديث عن معامل التناسب دون تحديد أولا هل الجدول متناسب أم لا. إذا كان هذا الجدول غير متناسب لا يمكننا الحديث عن معامل التناسب. إذا هذا الجدول لن أقول 5 تتناسب مع 2.5 لأنني لم أتأكد بعد من التناسب، سنقول خانة العدد 5 توافقها ويوافقها 2.5، 150 يوافقها 75، و 0.5 يوافقها 0.25. سنتحقق هل هذا الجدول عدده متناسب أو لا باستعمال إحدى الطريقتين، إما أو حتى ثلاث طرق، إما بقسمة جميع أعداد سطر على أعداد سطر الآخر، أو باستعمال الرابع المتناسب، أو حتى تمثيله مبيانيا. إذن الطريقة الأولى، إذن أنا قسمت اخترت أن أعداد السطر الأول على أعداد السطر الثاني بحكم أنها أكبر. إذن 150 قسمة 75 تساوي 2، 5 قسمة 2.5 تساوي 2، و 0.5 قسمة 0.25 تساوي 2. إذن إذا قسمنا جميع أعداد السطر الأول على أعداد السطر الثاني نحصل على نفس العدد وهو 2، وكذلك من قسم أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول سيحصل على 1/2 مقلوب العدد 2 يساوي 0.5. الطريقة الثانية باستعمال الرابع المتناسب. إذن سأمر للأسهم ستساعدكم أكثر في الشرح. الآن 0.5 إذا ضربتها في 2.5 تساوي بالضبط 5 في 0.25، وكذلك 0.5 في 75 تساوي 150 ضرب 0.25، وكذلك 5 في 75 يساوي 150 ضرب 2.5. وبالتالي هذا الجدول أعداده تحقق وضعية تناسبية، ومعامل التناسب في هذه الحالة هو 2. نمر إلى الجدول الثاني. الجدول الثاني 7 يوافقها 21، 5 يوافقها 15، 3 يوافقها 9. الآن قسمنا جميع أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول يساوي 3 3 3، أو بطريقة أخرى مثل الطريقة الثانية. إذن 3 في 15 45، و 9 في 5 45. وإذن عندما قسمنا جميع أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول حصلنا على نفس العدد هو العدد 3. إذن هذا الجدول أعداده متناسبة ومعامل تناسب في هذه الحالة هو 3. سنكتفي فقط هنا بالطريقة الأولى. نمر إلى الجدول الثالث. الجدول الثالث بنفس الطريقة 7 يوافقها 10، 6 يوافقها 9، 5 يوافقها 7.5. الآن ماذا يظهر لنا؟ 10 قسمة 7 و9 قسمة 6، أو 7.5 قسمة 5. للوهلة الأولى الضرب، لأن 6 في 10 تساوي كم؟ 60، و9 في 7 تساوي 63. إذن ماذا؟ هذه الوضعية هل تحقق الرابع المتناسب؟ لا. وبالتالي إذن بما أن 63 يخالف العدد 60 فإن أعداد هذا الجدول لا تحقق الرابع المتناسب، وبالتالي لا تحقق وضعية تناسبية. نمر الآن إلى الجدول الرابع والأخير. إذن 1.4 يوافقها 21، 1 يوافقه 15، و 0.6 يوافقه
9. إذن سنمر إلى القسمة 0. 9 قسمة 0.6 يساوي 15، 15 قسمة 1 يساوي 15، 21 قسمة 1.4 يساوي 15. إذن عندما قسمنا جميع أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول حصلنا على نفس العدد، هو العدد 15. إذن هذه الوضعية تحقق وضعية تناسبية، وهذا الجدول أعداده متناسبة، ومعامل التناسب في هذه الوضعية هو 15. أتمنى أنكم قد استفدتم من التصحيح ودمتم آمنين بحول الله. Thank you.